البداية من الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال مراسل العربي إن قوات الاحتلال شنت حملة عسكرية داخل المخيم قبل انسحابها، أصيب فيها 6 فلسطينيين أحدهم بحالة خطيرة. وأضاف مراسلنا أن جنود الاحتلال استهدفوا الطواقم الطبية أثناء محاولتها الوصول إلى إصابة خطيرة داخل أزقة المخيم، أصيب على إثرها مسعفان من طواقم الإسعاف الأولي. عززت قوات الاحتلال من تواجدها وانتشرت في شوارع وأحياء مدينة القدس المحتلة قبيل صلاة الجمعة ظهر اليوم. وقالت مراسلة العربي إن القوات المدججة بالسلاح تنتشر منذ ساعات الصباح الباكر في شوارع مدينة القدس وتتمركز عند بواباتها، كما أن فرق الخيال تتمركز في باب العمود أحد أبواب المدينة الرئيسية الذي يمر من خلاله عشرات آلاف المصلين. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن الشرطة الإسرائيلية قررت عدم فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال صلاة الظهر. وفي حي الشيخ جراح أصيب 21 فلسطينيا خلال مواجهات مع المستوطنين. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن 4 مصابين نقلوا إلى المستشفى بينما عولج الباقون ميدانيا، كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين خلال اقتحامها للحي. وأفاد مراسل العربي أن عضو الكنيسة المتطرف إتمار بن كفير شارك في الاقتحام. وفي القدس المحتلة أيضا اختنق 3 أطفال بينهم رضيع بالغاز المسيل للدموع بعد استهداف قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في حي رأس العمود. واقتحمت قوات الاحتلال كذلك بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. في غضون ذلك أعلن أهالي مخيم شعفاط استمرار العصيان المدني بسبب الإجراءات التنكيلية التي يتعرضون لها وفرض تقييدات على المخيم، كما دعا الأهالي إلى المشاركة في فعاليات منددة بإجراءات الاحتلال اليوم الجمعة. ومن القدس تنضم إلينا مراسلتنا كريستين ريناوي. كريستين، إذا قوات الاحتلال تعزز من تواجدها وانتشارها في شوارع وأحياء القدس المحتلة قبيل صلاة الجمعة، ضعينا في التفاصيل. بالفعل ماجد، وبرغم تعزيز قوات الاحتلال من تواجدها في معظم أحياء مدينة القدس المحتلة وتحديدا عند بوابات القدس المؤدية إلى البلدة القديمة ومن ثم إلى المسجد الأقصى، إلا أن المصلين يواصلون توافدهم إلى الأقصى من أجل أداء صلاة الظهر، صلاة الجمعة التي سوف تكون بعد نحو 20 دقيقة، يكون أذان الظهر ومن ثم الصلاة الخطبة قبلها ومن ثم الصلاة. تمركز واضح لقوات الاحتلال تلبية وتجسيدا لقرار رئيس حكومة الاحتلال يائر لبيد بتجنيد 4 سرايا من جنود الاحتياط للعمل في مدينة القدس في ظل الأوضاع الميدانية الراهنة. نذكر ونشير إلى أن منذ يوم الأربعاء تشهد مدينة القدس بشكل يومي وليلي مواجهات مع قوات الاحتلال تسفر عن اعتقالات وإصابات. الليلة الماضية كان هنالك أكثر من 20 إصابة تعامل معها إسعاف الهلال الأحمر، من بين المصابين طفلة رضيعة عمرها أسبوع، وأيضا 18 اعتقالا بحسب بيان شرطة الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي تعزيزات عسكرية في الميدان. في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة قد رفع الحصار جزئيا
بفتح الحاجز والسماح للمركبات بالمرور ماجد، ولكن تخضع المركبات لتفتيش دقيق، هذا ينجم عنه ازدحامات مرورية. قال الأهالي إنهم يواصلون عصيانهم المدني إلى حين رفع الحصار بشكل كامل. عمليا يعني ترقب في مدينة القدس وتوتر بفعل هذه الحشودات العسكرية التي تشهدها المدينة. ماجد ابقي معي كريستين، انتقل الآن أو ينضم إلي عميد شحادة من جنين. عميد، يعني ضعنا في آخر تطورات التصعيد في مخيم جنين وردود الفعل الفلسطينية حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين. ماجد، نحن الآن على أطراف مخيم جنين وتحديدا بالقرب من مستشفى جنين الحكومي. قبل قليل خرجت من هنا جثامين جثمان الشهيد الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، وهو قائد ميداني في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. متين ضبايا هو قائد ميداني قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، وأصاب طبيبا بالرصاص، هو في حالة حرجة جدا، ويحاول الأطباء لغاية الآن في المستشفيات الفلسطينية في مدينة جنين يحاولون إنعاش هذا الطبيب، ولكنه ما زال في وضع حرج جدا. قوات الاحتلال الإسرائيلي ماجد اقتحمت مخيم جنين عند الساعة 8 صباحا بواسطة قوات خاصة إسرائيلية، اعتلوا أسطح المنازل، قناصة اعتلوا أسطح المنازل، وذهبت قوات إسرائيلية لاعتقال شاب فلسطيني تقول إنه شارك في عمليات إطلاق نار، هو من حركة حماس وشارك في عمليات إطلاق نار مؤخرا ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. تمكنوا من اعتقاله بالفعل، ودارت اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. قتل خلال هذه الاشتباكات قائد ميداني في كتيبة جنين هو متين ضبايا، وأيضا المشيعون الذين أخرجوا جثمان الشهيد متين ضبايا من مستشفى جنين التي تقع خلفنا الآن حملوا جثمانا رمزيا لشهيد أيضا ارتقى في المستشفيات الإسرائيلية، هو أحمد ماهر ترجمان الذي نفذ عملية الأغوار قبل أسابيع وارتقى صباح هذا اليوم في المستشفيات الإسرائيلية. حملوا جنازة رمزية له لأن جثمانه غير موجود، وانطلقوا في شوارع مدينة جنين. عشرات المسلحين بشكل غير مسبوق شاركوا في تشييع جثمان الشهيد ضبايا عندما خرج قبل قليل من هنا من مستشفى الحكومة بالقرب من مخيم جنين، ويهددون باستمرار العمليات والانتقام لدماء الشهداء الذين ارتقوا، سواء الشهيد الذي ارتقى هنا في مخيم جنين وهو قائد ميداني، أو الشهيد الآخر الذي ارتقى في المستشفيات الإسرائيلية والذي نفذ عملية الأغوار قبل أسابيع واستشهد صباح اليوم متأثرا بجراحه. ماجد، شكرا لك عميد شحادة، كنت معنا من جنين، وشكرا لك كريستين ريناوي، كنت معنا من القدس.